طب فاروق، يعطيك العافية. علينا أخي، فوت فوت. أبو جبران بدي أحكي معك كلمتين بحضورنا. يا عمي أبو جبران، اسمع بشير، الكلام اللي حكيت لي إياه عند رباح، إذا بقول لك إنه ما أثر فيني بكون عم بكذب، بس ما بظنك سعيت هالقد لحتى تعترف بخطأك، قد ما هي حبوب مسكنة لعذاب ضميرك مثل ما أنت قلت، وبهالحالة هي ما في شي بيتغير. بتعرف قديش صرفت علي بالحبس؟ هدول $1000. ما بظن انك صرفت علي اكثر من هيك. هاي شغله. الشغله الثانيه بخصوص البروست اللي كنت تبعت لي اياه على الحبس. في محل براس الحاره فيك تروح لعنده بكره الصبح تاكله عنده لحتى تشبع على حسابي. وهيك نكون رجعنا للمربع الاول. انت واحد خوان. يا سيدي انت الخوان وما عندك مطرح للعشره والجيره ابدا. وشكله الله مو بخلان عليك بالعقد والمشاكل النفسيه، ولو مالك قاعد ببيتنا كنت سمعت مني حكي اكبر من هيك. هذا الزلمه صلح غلطه معك بدال المره 1000، بس شو متوقعين من واحد السواد معبي قلبه ومفحمه تفحيم؟ رايت اعتذر من الاستاذ ولا لك؟ شو سمعت؟ اعتذر من الاستاذ ولك تعال هون ولا والله لشيل عيونك يا عاطي. يعني كمان ابو جبران عدم المؤاخذه، يعني كل شيء ماضي معك حق فيه وعلى عيني وراسي، بس انك تهيننا جوات بيتنا والله هي كبيره. اذا انت بترضاها على حالك انا برضاها.